أتصل بكم إلى أمر آخر. تلقيت اليوم على هاتفي رسائل من الدكتور أيمن نور، وقال لي أنا ليا حق الرد على ما أذعته نقلا عن جريدة الوطن. فقلت له طبعا لك هذا الحق، وعرضت عليه أن يكون الأستاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير الوطن شريكا في الحوار، فهو رفض وفضل أن يكون بمفرده. قال لي أنا مش عايز مناظرة، مستعد لمناظرة أي حد. هو رفض مناظرة الأستاذ مجدي الجلاد، ويرى أنه كان جارحا ومتعمدا. الأستاذ الدكتور أيمن نور طلع بيان وصلني منذ قليل، لكن أنا مش محتاج البيان. احنا معنا الدكتور أيمن نور من بيروت. مساء الخير دكتور أيمن. نور يا أستاذ خيري، أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. دكتور، احنا نقلنا عن الوطن، حضرتك قريت اللي في الوطن، وحضرتك أصدرت بيان النهاردة، وقريت لك تغريداتك على تويتر اللي بترد فيها على ما نشر في جريدة الوطن، فلك الحق أن ترد على ما أذعناه نقلا عن الوطن. وطالبنا بده امبارح، واتصلنا بحضرتك أكثر من مرة، لكن لم يسعفنا الحظ أن تكون معنا. تفضل يا دكتور. أولا أنا بشكرك على منحي حقي في الرد، ويعني هذا سلوك مهني وإعلامي مقدر ومحترم، وأنا يعني أشكرك عليه. ده حق. الله يخليك. الحقيقة يعني أنا أحاول ألخص ردي على ما أذيع بالأمس في برنامجك اللي أنا بتشرف متابعته، وأيضا ما قرأته بقدر من الدهشة والسخرية الحقيقة عني في جريدة الوطن. وأنا عايز أحط الحقائق كده في نقاط عشان ما استهلكش وقت البرنامج أكثر مما ينبغي، أو أكثر مما يعني هو حقي في الرد. أولا أنا لا أملك حبة رمل ولا أصول ولا بيوت ولا قصور ولا فيلات ولا أي شيء خارج مصر. نعم. وإقامتي في بيروت هي إقامة في بيت مستأجر، هو تقريبا ربع مساحة بيتي في القاهرة أو أقل، وقيمته الإيجارية منخفضة جدا لأنه هو خارج بيروت، على عكس ما نشر أنه في مكان ظاهر له في منطقة جبلية اسمها العليا تقريبا. اسمها عليا. أيوة. الحقيقة دي منطقة خارج العاصمة بيروت، وبالتالي الأسعار فيها منخفضة. يعني أقدر أقول لك أن قيمة الإيجار الشهري للبيت اللي أنا مقيم فيه هي تقريبا قيمة إيجار أوضتين وصالة في وسط البلد في القاهرة، أو إيجار أوضتين وصالة في وسط بيروت. عايز أؤكد بس ردا على ما أثير أن أنا الحقيقة عمري ما ملكت في حياتي سيارة هامر ولا ساعة ب 10,000 جنيه عشان أودي حد بتاع ب 100,000 جنيه، وعشان كده عمري ما جبت لك كيس لب. ما جبتليش لب وانت جاي لي حتى لب مره اللقاءات. يعني للاسف حتى ما تمكنتش من ده. الحقيقه ما عنديش لا 15 حارس ولا خمس خادمات، وفريقي اللي بيشتغل معايا هنا هو خمس اشخاص. يعني حضرتك بتتحرك بلا حراسه في بيروت يا دكتور ايمن؟ انا ما عنديش 15 حارس، انا عندي فريق عمل هو من خمس اشخاص. اثنين منهم كانوا بيشتغلوا معايا في القاهرة، منهم مديرة مكتبي منذ أكثر من 10 سنين، ووثائق. والحقيقة الكلام اللي أنا قريته ده كلام مدهش، وأنا يعني لم أسمع عنه من قبل. بالإضافة أن أنا طبعا يعني أعتقد أني لم أتلقى يوما مليما من أي جهة أو دولة، ويعني وأنا الحقيقة مضطر أن أنا أقاضي الصحيفة في هذا الجزء الذي يتصل بالذمة المالية أو الذمة الوطنية، لأن دي مسألة لا أستطيع أن أتجاوزها بمجرد الرد. إنفاقي على حياتي وعلى يعني علاجي ده من بيع ممتلكاتي، ومعظم هذه العقود عقود تمت في السفارة المصرية في بيروت وموثقة من السفارة المصرية، وسبق أن أنا حتى يعني نشر الزميل عمرو الليثي في حوار سابق بيني وبينه صور من هذه العقود في حلقتين تم تصويرهم من شهور قليلة في بيروت. لم أكن يوما لا موظف عام ولا مسؤول لنا ولا أبويا، أنا محامي حر، وأنا قدمت أنا المرشح تقريبا الوحيد رئاسة الجمهورية اللي تقدم بإقرار لزمته المالية منذ أن كان عمري 25 سنة، وكل ممتلكاتي مسجلة في هذا الإقرار، وكل ممتلكاتي متناقصة، يعني ليش حاجة بتزيد. والمناسبة أنا لم أدعي يوما في حياتي أن أنا بدأت من الصفر، فما ورثته من أسرتي كابن وحيد كان كافي لحياة كريمة، يعني ما تضطرنيش لما تصورته الجريدة فيما نشرت. الناس اللي بتسأل من أين ينفق أيمن نور
كنت اتمنى خيري، والحقيقه يعني انا بقول هذا الكلام بألم لابناء مهنتي وزملائي. كنت اتمنى ان حد منهم يسال السؤال ده، اين من اين ينفق ابناء ايمن نور لما كان ايمن نور في السجن. لكن الحقيقه يبدو ان السؤال ده كان يحرجهم في هذا الوقت. وانا بقول لهم انا بانفق من بيع ما تبقى من ممتلكاتي، وانا بقول لهم ان انا بشتغل محامي وعندي شركه استشارات هنا في لبنان، وكان عندي مكتب محاماه مشترك او شركه في دبي اغلق في الفتره الاخيره، واعتقد ان انا بكتب في احد الصحف العربيه اللي بتصدر في لندن، وبتقاضى اجر عن المقال اللي انا بكتبه، وهذا يكفيني ولحياتي ان انا عايش تقريبا لوحدي، يعني اسرتي كلها في القاهره. انا لم احضر في يوم من الايام اجتماع لما يسمى بالتنظيم الدولي للاخوان، ولا اعرف ان هناك تنظيم دولي للاخوان. والبلاد اللي قالوا ان انا حضرت فيها اجتماعات معظمها بلاد لم ازورها اصلا. انا قريتك يعني بترد أنا على انك ما رحتش بروكسل، بس هم مش كاتبين انك رحت بروكسل خالص. لا، هم كاتبين وشارك في بروكسل. انا ما ذهبتش لبروكسل من 2009. ما قريتهاش في الموضوع. هم قالوا انك رحت قطر وتركيا. انا الحقيقه زرت قطر مرتين. الزياره الاولى كانت 48 ساعه مشاركه في مؤتمر مستقبل القضيه الفلسطينيه اللي عامله مركز الدراسات العربيه. الزيارة الثانية اللي هي الأخيرة دي كانت في منتدى التغيير في العالم العربي، وهو منتدى الجزيرة، وكانت مدتها 3 أيام. وأنا لم أقيم في قطر ولا أخذت جنسية قطرية زي ما بيقولوا، وتنازلت عن الجنسية المصرية. وهذا كلام يعني الحقيقة يعني حتى بتعفف إن أنا أرد عليه. أنا ما خرجتش قبل 30/6 يا أستاذ خيري. خرجت زي ما في أغسطس في الموضوع. أنا خرجت تقريبا في آخر أغسطس، وكان خروجي لأسباب معلومة مش عايز أضيع الوقت فيها. جزء منها كان أسباب صحية وامور اخرى، يعني ممكن في حوار لحظة نبقى نتكلم فيها. انا ما هربتش من مصر، ان مسافر من مطار القاهره وعلنا يعني جهارا نهارا، ولو حد قال لي ان انا مطلوب في شيء كنت انتظرت التحقيق فيه. النائب العام المصري مكتبه طلع بيان في 1/1/2014 دون طلب مني او من اي جهه، قال ان ايمن نور لا مطلوب ولا عليه قضيه ولا مطلوب في تحقيق، وان بعض البلاغات اللي تقدم بها بعض الناس تبين عدم صحتها وتحقيقها وحفظت لعدم الاهميه. وبالتالي انا مش هربان من شيء ولا هربان لشيء. طيب هل تسمح أنا لي ان شاء الله راجع مصر قريب جدا. هل توجيه وانا راجع كمان مصر. طيب صدر. تسمح لي بتوجيه بعض الاسئله. حضرتك تؤكد ان الذي نشر في جريده الوطن ان البيت الذي نشر هذا ليس البيت الذي تقيم فيه، ومش بالشكل ده زي ما جاي في البيان عدا الصور الداخليه. لا، انا قلت الاتي يا استاذ خيري. نعم. انا مستاجر ولا املك لا بيت ولا قصر ولا شقه ولا متر ولا ذره رمل في لبنان ولا غيرها من نعم الصور. لكن البيت اللي اتنشر ده حضرتك مستاجره. البيت اللي اتنشر انا مستاجره. الصور بقى اللي اتنشرت نعم معظمها صور ما لهاش اي علاقه لا بالبيت ولا بيا، يعني مش من المنطقه بتاع البيت. لا ما اعرفش، يعني انا ما يعني المنطقه في المناطق هنا كلها شبه بعضها، يعني الجبال كلها شبه بعضها، فانا ما اعرفش. لكن الحقيقه مش ده البيت. الصور اللي اتنشرت للصالون دي الصور الوحيده الصحيحه، وبيقولوا عليها انفراد. وانا عايز اسالك سؤال، يعني ايه انفراد؟ يعني انت يعني مهني وقديم وراجل لك باع طويل، انفراد لا. ساترك الرد بعدك لمجد الجلاد لان هو اتصل وعايز يعمل مداخله. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، بس هيبقى لي الحق في التعقيب اذا ما تناولني بشيء. ما عشان كده كنت بقول يكون التعقيب مباشره. لا بس لا، انا احترمت. انا الحقيقه انا معتذر عن المداخله مباشره مع اي طرف. طيب سؤالي الثاني، ايه العربيه اللي حضرتك راكبها في لبنان علشان هي مش هامر كما قالوا؟ انا ما كملتش اتفضل الجمله. الصوره بتاعت الصالون دي ما فيهاش اي انفراد، لسبب لان هذا الصالون اتصور فيه حلقتين مع توني خليفه في القاهره والناس من 6 أشهر. نعم. ايه الانفراد يعني؟ ما فيش اي انفراد في الموضوع. العربيه الهامر اللي حضرتك بتسال عليها، انا عمري ما كان عندي عربيه هامر في حياتي. مش يعني لازم تكون عندك، ممكن تبقى مستاجره. يعني والله انا ما عنديش فكره، واذا كان في حد جالي معاه عربيه هامر في يوم من الايام فدي مساله تخصه، لكن انا الحقيقه ما عنديش اي علاقه باي عربيه هامر لا في مصر ولا بره مصر. امنيا تقدر تقول ايه نوع العربيه اللي بتركبها علشان تبقى بتنفي الصوره دي خالص؟ انا عندي عربيه 4x4 موديل 2004، ودي قيمتها اقل بكتير جدا من قيمتها. العربيات في لبنان رخيصه، ما عليهاش جمارك اصلا، ما عليهاش ضرايب. ما هو عشان كده انا بقول لك هي قيمتها يعني ما تتجاوزش يعني ثمن عربيه هوندا او هونداي في مصر. دكتور ايمن نور،
خلينا ننقلك لمنطقة تانية، يعني ردك واضح والبيان موجود ونزل على المواقع، ونفيك للمعلومات اللي منشورة في الوطن واضح. لماذا تناضل لحساب أو لمصر من الخارج؟ أنت حضرتك لما سافرت قلت إن كنت بتعمل جراحة في رجلك، وقلت إنك مجرد إنك تجري الجراحة ستعود. فإذا كان لديك انتقادات للسياسة المصرية أو للمرحلة الانتقالية من بعد 3 يوليو وأنت الذي سجنت في مصر وخضت نضالا ضد نظام مبارك كما بتعتبر ده في السي في بتاعك فخر، ليه ما بتجيش مصر وتكمل النضال من مصر؟ يعني أنا قلت لك يا أستاذ خيري إن أنا راجع مصر قريب جدا إن شاء الله، وأنا وجودي هنا كان فعلا في البداية على الأقل في أول 4 أشهر أو 5 أشهر كان لأسباب صحية. صاحب ده حالة من حالات القرف بشكل عام، وأنا شخصيا ما كنتش عايز أكون شريك في مرحلة أنا شايف إن بعضها يتسم بالخروج عن القيم والمبادئ التي اتفقنا وتوافقنا عليها في ثورة يناير، وأهمها الحريات وحقوق الإنسان والدم اللي أنا الحقيقة عندي حساسية بالغة تجاهه. أنا لا أناضل من الخارج، عشان أكون واضح وصريح، أنا أبدي رأيي من خلال حسابي على تويتر، ومن خلال إذا جات لي دعوة من أحد الزملاء زي حضرتك أو أي صديق بيعمل في مجال الإعلام لحوار مكتوب أو تلفزيوني بستجيب لهذه الدعوة، لكن أنا لا أمارس نشاط سياسي. نشرت الوطن في كلامها امبارح إن مش عارف إيه، أنا كنت مرشح لرئاسة وزراء المنفى، وأنا الحقيقة ما سمعتش عن الكلام ده، ولو سمعت عنه هرفضه لأنه كلام غير مقبول. لكن أنت دعيت لتشكيل ائتلاف يضم قوى الثورة مرة أخرى دفاعا عن الثورة. لا، أنا أيدت بيان القاهرة وما يتصل بتوحيد شركاء ثورة يناير، وأنا بدعو لهذا من أول 8-9 شهور بعد الثورة، وكان لي جهود واسعة في محاولة لملمة شمل الثورة من قبل الانتخابات البرلمانية اللي جت وبوظت كل حاجة، ومن قبل الانتخابات الرئاسية اللي جت كملت على يعني الأمال اللي كانت منعقدة على توحيد الثورة. الآن انطلقت دعوات من ضمنها بيان القاهرة، وأنا أيدت وساندت من خلال موقعي هنا هذا الاتجاه اللي أنا مؤمن به ومعتقد. نعم. طيب أنا بشكرك جدا دكتور أيمن نور من بيروت ردا على ما نشر في جريدة الوطن، بشكرك. أي إضافة عندك يا دكتور أيمن خلال الدقائق اللي باقية، لأن أنا لازم أطلع فاصل؟ الأستاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن، مساء الخير أستاذ مجدي. مساء الخير استاذ خيري، اهلا بيك. استاذ مجدي، انت سمعت الدكتور ايمن نور؟ الدكتور ايمن نور بينفي اغلب ما مما نشر في جريده الوطن بالامس، بيقول ان الصور الداخليه دي صور عاديه، وعمل من برامج نقل الدفا مسر، انه ساكن في بيت بالايجار في منطقه ارخص من مدينه بيروت، ان البيت صغير ما يجيش جزء صغير من مساحه بيته في مصر، انه ما عندوش حراسات، انه راكب عربيه موديل 2004 عمره ما ركب هامر. حضرتك سمعت كل التفاصيل؟ تمام، انا سمعت كل التفاصيل طبعا، وكان التاريخ بيعيد نفسه بيني وبين ايمن نور، لانه اساسا نفس هذه الحاله اللي احنا عايشينها دلوقتي عشتها معاه من كام سنه، عندما نصرت في صحيفه المصري اليوم خبر انفصاله عن السيده المحترمه جميله اسماعيل، وطلع في كل القنوات الفضائيه يهاجمني ويتهمني بالكذب والفبركه، وانا يوميها قلت له غريبه جدا ان الخبر من جميله اسماعيل نفسها، ونفى ذلك وقال انا قاعد مع زوجتي والكلام ده. طيب ده موضوع تاني، ماشي، طلعت انا صح وصادق اياميها، وهو الذي كان يقول غير الحقيقه. لكن خليني اقول لحضرتك على حاجه، انت الذي عليك البينه يا استاذ مجدي، اتفضل. تمام، انا هقول لك. هو بيتكلم بيقول انه بيقول كلام متناقض جدا. اولا هو لم ينس ان هذه الصور لبيته، وعندما سألته حضرتك قال لك من الداخل هي الصور فعلا، وعندما سألته هل المنطقة الجبلية دي اللي احنا أشرناها هي من بيتك، قال لك كل الجبال في بيروت بتتشابه، ومع ذلك اعترف أن بيته أو قصره في منطقة جبلية في بيروت اسمها عالية. القصر هو بيقول بيت صغير، وهو كان ساكن هنا في شقة أدور ومساحتها واسعة في الزمالك. أنا جاي لك. أولا البيت كبير وهو يعلم ذلك، وهو يقول أنها منطقة الأرخص في بيروت، وهذا غير حقيقي. ما عرفت أن أنا زرت بيروت كتير جدا، وهذا الكلام غير حقيقي. أيضا بيتحدث عن أشياء لم تنصرها الوطن، هو كأنه
بيلصق كل ما قيل عنه وتردد عنه خلال المرحله الاخيره بانه الوطن هي اللي قالتها. احنا قلنا ان هو راح قطر وتركيا، ما قلناش بروكسل ده خالص. وهناك كلام ورد في جريده الوطن على السنه سياسيين وشخصيات هو يجب ان يقاضيها ويقاضي معها الوطن، لكن ما ذكرته الوطن تحاسب عليه من معلومات. لكن طيب الوطن ذكرت انه قدم هدايا تصل الى 130 الف جنيه، ساعات تصل الى 130 الف جنيه لبعض الذين زاروه. هذا حدث. اثبات ده ازاي يا استاذ مجدي؟ اذا سالك عن اثبات هذا هتثبته ازاي؟ هو حدث ولدي شخصيات تعرف ذلك، واذا ذهب الى القضاء انا معاه ولدي اثباتات على ذلك، خصوصا ان الاستاذ ايمن نور خسر امامي قبل ذلك اكثر من قضيه في المحاكم. بيقول ان هو مش هارب، الوطن ما قالتش ان هو هارب، بيقول ان احنا كاتبين. جاءت على لسان احد المتحدثين في الموضوع انه الهارب. ده هو بقى مسؤول الشخص ده استاذ خير، وحضرتك عارف الصحافه لما سياسي بيتكلم عن سياسي اخر هو مسؤول عنه. لكن هو بيقول ان احنا كتبنا، هو دايما يلبس الحق بالباطل، هو بيقول ان احنا كتبنا ان هو هرب من مصر قبل 30/6، هذا لم يحدث في الموضوع. احنا قلنا ان هو خرج بعد ثوره 30/6، وقال كمان انه انا بس بربق بيه وبربق بمصر كلها انه ترد على لسانه كلمه قرف، ان انا خرجت من مصر قرف مما يحدث. انا بعتقد ان الكلمه دي كلمه غير لائقه ان تذكر عن مصر يا دكتور ايمن. مصر الكبيره اللي هي عملتنا كلنا بني ادمين واللي رفعتنا فوق راسها. انا مش عارف هو قالها في السياق قبل ما يطلع ولا قال وهو في بيروت حصلت اشياء خلته يشعر بهذا. حصلت اشياء في مصر خلته يشعر بالقرف. اذا كنت قرفان يا ايمن يا نور ما تجيش مصر، اذا كنت قرفان ما تتكلمش عن مصر، واذا كنت قرفان من يملك ان يمنعه عن هذا يا مجدي؟ يعني ما هو في النهايه هو مواطن مصري. انا لا املك ان هو يمنعه، بس لو واحد قال عن مصر قرف وانه بيشعر بالقرف من اللي بيحصل، هذه الكلمه ليست سياسيه يا استاذ خير. انا كل سيبك من قضيه بيته والقصر بتاعه والقصص دي كلها، يروح المحكمه زي ما هو عايز، لكن راجع الشريط بتاعك ان يتحدث رجل المفروض ان هو مواطن مصري وسياسي يقول عن اللي بيحصل في بلده ويشعره بالقرف، هذا لفظ لا ينطبق ولا ينطلي على فكره ان ده تقييم سياسي لما يحدث. انا استطيع ان اقول يا استاذ خيري انني ضد ما يحدث في مصر، انني ضد النظام الحاكم الان، انني ضد الانتخابات، انني ضد الدستور، كل ده نقد سياسي يا استاذ خيري. لكن واحد يقول عن وطن وعن بلد بحجم مصر قرف، انا بقول له لا انت القرف. وانا اسف ان انا بقول الكلام ده. لا معلش انا بتحفظ يا استاذ مجدي، معلش. هو بيقول عن اشياء تحفظ على الكلمه التي قالها، لكن ما يحدث في مصر يا استاذ خيري قرف، ده من وصف سياسي لمرحله بتحدث في مصر. انتقد واختلف زي ما انت عايز، لكن ما تقولش اللي الشعب المصري عمله. الشعب المصري لما طلع في 30/6 وما طلع في 3/7 و26/7 وطلع في استفتاء الدستور بطلوع كاسح وطلع في انتخابات الرئاسه بهذا الكم، دي اراده شعبيه وبيحتفل في الشوارع، ما اقدرش ما ينفعش اوصفه بالقرف. طيب استاذ مجدي خلاص المعنى وصل، افرادك لهذه المساحه والاهتمام بها ايا كان، والراجل بيقول انا بعت ممتلكاتي ونستطيع التاكد من السفاره المصريه في بيروت لانه بيوثق اللي باعه في مصر عشان يقدر يصرف على نفسه وعنده مكتب استشارات، واعتقد ان ده جهد صحفي يجب ان يتم. تمام. دون ذلك تمام. انت عايز تشير الى ايه من الاشاره؟ انه يعيش في فخفخه ويدفع 130 الف جنيه دي ساعه لزوار بيزوروه من مصر. انا سانصر لك وسنعود بالارشيف بتاع ايمن نور، لان ايمن نور ده شمته وصفته طول عمره. هرجع لك بارشيف ايمن نور، لان انا حافظ ايمن من سنين طويله بحكم عملي. هرجع لك بارشيف ايمن لما خرج من السجن بعد فتره مبارك، قال في تصريحات اعلاميه منصوره وعلى الفضائيات انني لا املك شيئا الان. هذا هو التناقض. ايوه بس كان عنده مكتب محاماه شغال يا مجدي. ايمن نعم جاي لك اهو، ووالده الاستاذ عبد العزيز نور كان من الاثرياء، هو بلدياتي. قال لك ان انا قال لك وانا في السجن كل ممتلكاتي خلصت وصرفت كل لا كان متحفظ عليها، كانت ثروته متحفظ عليها. لا هو انا هقول لك على حاجه، هو نفسه قال بعد ما خرج من السجن وارتدت فيه ممتلكاته، قال الكلام ده في الاعلام. ده واحد. اثنين، يا اخي هو الان يصرف من ماله، هعتبر ان هو يصرف من ماله الان، تمام؟ يفسر لي حاجتين اثنين، إقامته في بيروت وعلاقته بقطر،
والتنظيم الدولي فقط. هو قال لك انا ما اعرفش ان التنظيم، ان الاخوان لهم تنظيم دولي اصلا. طب انا بقى مضطر يا استاذ خيري ما اضيعش وقتك عشان انت عندك حاجات اصلا. طيب لا انا اسف، انا عايز انهي الموضوع ده لان انا وعدته ان يكون له حق الرد. استاذ مجدي دون التدخل في الحوار، دكتور ايمن نور اتفضل. يا دكتور ايمن عايز تقول ايه؟ يا استاذ خيري اتفضل. نمره واحد، انا الحقيقه يعني كنت اتمنى ان الزميل مجدي ما يذكرش واقعه شخصيه او حمله جزء كبير من المسؤوليه عنها. هو كتب فعلا ان حصل انفصال، هذا الانفصال الذي كتب عنه كان يقع الطالع لانه تم بعدها بسنه ونص، فما طلعش ابدا هو على صواب ولا حاجه، لكن هو الحقيقه يبدو ان هو كان بيتنبأ بشيء لم يحدث عندما قلت انه لم يحدث، وانا الذي اتخذ مثل هذا الاجراء ولا يمكن ان اقول انه لم يحدث وهو حدث. اللي حدث ده بعد سنه ونص، والحقيقه ده كان فضيحه اعلاميه، ما كانش انتصار اعلامي ولا تاكيد لصدق ما سبق نشره، ده اولا. ثانيا حكايه البيت تكلفته عاليه او اقل وهو ادرى لان هو زار بيروت، انا بقول له انا عايش في بيروت بقالي 9 اشهر، فانا اعتقد ان انا معلوماتي اكثر من معلومات اللي زار بيروت ويقدر يرجع، او بالمنطق بالعقل يعني اللي خارج العاصمه بالقطع بيكون سعره اقل من اللي داخل العاصمه. الساعات بيقول ان هو عنده الادله، ارجوه يقدم، يقول لي اسم واحد، يقول لي اسم الساعه، يقول لي منين، يقول لي فاتوره، يقول لي اي حاجه، لكن ما ينفعش كده، ما ينفعش ان احنا نقعد نهلس افكار واخبار ونقول ان انا عندي الادله ونروح المحكمه. انا ما خسرتش ضده قضايا، وانا بقول له انا ما باخذيش صحفيين الا عند الضروره، واعتقد ان موقفي اكثر من مره ان انا سحبت بلاغات مقدمه من محامين ضد زملاء صحفيين احتراما للانتماء القبلي لهذه الناس. اما مساله القرف بقى اللي هو يعني الحقيقه استفاض فيها، انا ما قلتش ابدا ان مصر قرف، وعيب ان انا اقوى الكلام والمشاهدين سامعيني، انا ما قلتش كده، انا قلت انا اصبت بحاله من القرف نتيجه تطورات واحداث بعد ما كان وجودي هنا اساسا الشهور الاولى لاسباب صحيه ذكي حاله من حالات الزهق يا سيدي. انا بقالي 30 سنه يا خيري بشتغل عمل سياسي، ما اخدتش يوم اجازه، دخلت السجون 5 مرات، قضيت مره منهم 4 سنين وشويه، اعتقد ان الحقيقه ناخد اجازه يا اخي. وبعدين لما يرجع للارشيف، ما احنا كلنا ممكن نرجع للارشيف بعضنا، وكلنا نرجع لمقالات بعضنا، وانا لا انصحه بهذا، واذا فعل سافعل، وسافعل، مش عايز اقول هفعل ايه، لكن خليني اقول لك على حاجه اخيره يا استاذ خيري. انا كتبت وانا اعلنت في مؤتمر صحفي قبل 30/6 باكثر من شهر ونص، عندما اطلقنا مبادره افعل او ارحل للدكتور مرسي، قلت انا بفكر جديا في اعتزال العمل السياسي، وقدمت هذه الرغبه باستقاله من حزب غد الثوره، الا ان الهيئه العليا طلبت مني تاجيل هذا القرار بعد الانتخابات البرلمانيه. فالحاله القرف او الزهق اللي انا اصبت بيها بعد 30 سنه عمل سياسي، الحقيقه لا علاقه لها ب 30/6 اللي حزب غد الثوره ايدها وشارك فيها على عكس اللي هو بيحيي بيه، ولا ليها علاقه بحتى اللي حصل في 3/7، هي ليها علاقه بالدم اللي انا شخصيا عندي حساسيه شخصيه ومفرطه تجاهه. طيب. بيقول ان انا قلت ان انا لا املك شيء، لا انا قلت ان انا في قدر من الحظر فرض عليا سنوات سجني، واللي كان بينفق على اولادي الحقيقه ما كانت تبيعه زوجتي اللي هو ما اعرفش يعني مهتم بالموضوع زيادة عن لازم، لكن الحقيقه يعني ما كانت تبيعه من ميراثها من ابوها ومن ارضها في منطقه الهرم هو اللي كان بينفق على اولادي، في ظل ان كان ممنوع عني التصرف في ممتلكاتي وميراثي. انا اسف اذا كنت اطلت عليك، وانا بشكرك مره ثانيه على اتاحه حق الرد. بشكرك يا دكتور ايمن، واتمنى ان احنا ما نضيعش وقتكم ثاني في مثل هذه. ارجوك، بشكرك جدا، بشكرك دكتور ايمن. استاذ مجدي، تعليق اخير لو سمحت في دقيقه. تعليق سريع في دقيقه سريعا. طبعا الخبر اللي هو قال عليه ان كان فضيحه اعلاميه اللي هو انفصال عن السيده جميله اسماعيل، انا قلت ساعتها والسيده جميله اسماعيل موجوده هي كانت مصدره الاساسي، فهي هي اللي بلغتني انها انفصلت عن ايمن نور، وبالتالي اذا كان بيقول وبيبدأ في الحقائق ان هو بعد طلقها رسمي بعد سنه ونص هم كانوا انفصلوا فعلا، فانا جبت الخبر من بيتنا، جميله اسماعيل هي اللي طلبت ان ينشر هذا الخبر وفي التليفون معايا انا.
ده واحد. اثنين، وده سريعا ايضا عشان وقتك، الفكرة كلها فين؟ ايمن نور موجود دلوقتي بره مصر وبيقول لك انا كنت انا معتزل السياسة او فكرت في اعتزال، قررت اعتزال السياسة وقالوا لي لا والنبي خليك، ما تمارسه الان يا استاذ ايمن، سياسة ولا مش سياسة؟ ما هو سياسة، حضورك مؤتمرات وسفرك العواصم هي في الاساس ودول معادية لمصر. يا اخي ادرى الشبهات، انت بتقول انت رحت قطر وتركيا والكلام ده، اسمعنا قطر وتركيا اللي حضرت فيهم مؤتمرات عن القضية الفلسطينية وما حضرتش مثلا في السعودية او في الامارات او في الكويت. هي صدفة يا استاذ خيري ان هم بيروحوا حتة غير قطر وتركيا؟ طيب ارجو بين القوسين بقى اغلاق فتح اسئلة جديدة تحتاج الى رد استاذ مجد الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن. انا بشكرك جدا ايمن نور من بيروت، بشكرك جدا مؤسس حزب الغد. شدينا الستار على الخناقة، هي خناقة لها علاقة بالواقع، لها علاقة بالواقع، لا علاقة بالإعلام ولا علاقة برجال السياسة، من بقى ومن خرج.